تاكسي النهري ببغداد لأول مرة، وبالتأكيد طبعا هاي مو كذبة نيسان مثل ما سينان سوى، لأن العميد عمار ظهر لنا في فيديو شرح به آلية عمل التاكسي النهري، وطلعت أول رحلة يوم أمس من الأعظمية إلى مرسى الجادرية، وطبعا راح يوفر وقت كبير بالنسبة للطلاب من في جامعة بغداد، وراح يخلصون طبعا من الازدحامات جسر الجادرية الصبح. خلونا سوي نشوف العميد عمار شنو قال. بدي اشوف بس حركته الشروع اليوم 1/4 مو كذبه نيسان طبعا، لا هاي حقيقه. حركنا من مرسى العظميه مدينه العام مرسى العظميه. مشروع الباص النهري 3 مرات تم افتتاحه، وحقيقه ما انجز العمل. ليش؟ بعض العراقيل الموجوده هالمره بداوا الاخوان، يعني من مدير عام النقل البحري بداوا رئاسه السيد وزير النقل بداوا بما متوفر. يجب انجاح هذه التجربه. احنا انطلقنا بال11:30، نقطة التوقف عندنا راح تكون بالجادرية. المنظر في نهر دجلة، 90% من العراقيين ممارين بزورق في نهر دجلة من الشمال إلى الجنوب. تجربة جميلة، لكن الأهم الطلبة، أبناء الطلبة. احنا ندعوكم أيضا للمشاركة ويانا، خاصة الطلبة. بارك اكو كورنيش تعظمي، اكو بارك يمن السيارات، تقدر تخلي مركبتك، الأجرة 1000 دينار. وصباحا راح يهيئون، قد تكون زوارق طارئه اذا كان العدد كبير ينقلون للجادريه. تجربه جميله، الاجور 1000 دينار. هذه وسيله النقل، اسمعوا، صافره ولا موكب يقطع طريق ولا عميد عمار يحكي ولبس الخوذة ولا البس العزام، كل شيء ماكو. تلفزيون اكيد تشوفوا، القناه العراقيه موجوده بث الارضي، التبريد موجود، يعني كل شيء موجود. ندعوكم التجربه جربوها، فد يوم جربوها شوفوها حلوه ولا لا. واحنا دا نسير على بركه الله ونشوف ساعه بيش راح نوصل.